ليه برأيك عم تتحارب؟ تبلش فوت بالتفاصيل. قلت لك أنا ليه عم بتحارب؟ لأنه عم دافع عن المظلوم مش عم دافع عن السلطة. بس دافع عن السلطة ببطل اتحارب وببطل حدا يدق فيني. قبل لما كانوا بدهم ياني رجال السياسي. بس منين بلشت الحرب عليك؟ بلش كلام عنك من أشخاص مع الثورة ومع الانتفاضة. اليوم يا سيدنا الكريم أنا ما بنكر كل إنسان عنده غيري، بس أنا بتمنى الغيري يكون للوطن. يا ابن التبيني، ابن المنية، ابن البديوي، ابن ببنين، ابن العبدي، ابن الإبي، ابن أبو سمرة، ابن صور، ابن النبطية، ابن الرينك، ابن الخندق، ابن كل طريق الجديدة. أنا بتمنى هيدا الصورة يكون غيري للوطن. ربيع، مش فتحت له المجال عن قصد أو غير قصد؟ يعني اليوم عندك قصة سيارات ونمر سيارات بدي جاوب عليهم كلهم. وعندنا موضوع السلاح، يلا وحدة وحدة بسريعا. شو قصة السيارات اللي عندك والنمر المميز؟ سريعا وحدة وحدة. سيارة وحدة الإكس 5 بيعها يا شاب اسمه رودريك خوري وانتقلت منها باسمي، جايبين هذه ملكية قديمة. الميني كوبير كمان بيعها وفيها وكالة بيع. عم بملك بس الكاديلاك نمرته 79000 وهيدا من حقي. أنا عندي شركة من 2005 وما في حدا يحاسبني. أنا مش سارق أموال الشعب، انا بشتغل من عرق جبيني وعندي املاكي واخد بعرق جبيني شغلي ومساعد ناس قد ما فيني، موصفيني كلها مشغله تحت سقف القانون. هيدي اول وحده رديت. دافع الضرائب وتحت سقف القانون. دافع وموجود عندي التي في او لما غلبطوا بالتي في او احد الاعلاميين هلا برد عليه قال انت ربيع عم تعمل فاتورتين، يمكن هو طلب مني فاتوره تانية ما عملت له اياها. يعني انا اسمح لي بس رد على فراس من بعد اذنك. بس انا زميل لي ما بقبل زميل، بس انا حرد على اعلامي بدون غيبه وهو مش موجود. لا انا حرد على اعلامي بس رد علي اذا دافع ضرائبك. خلينا اليوم حضرتك موجود دافع عن حالك ضرائب وشركتي اليوم على انهيار التفليس، لانه فاعوني ظبط 100 مليون. يعني حكيت بفيديو على الوزارة المالية ورحت خفضوا لي على 200 مليون. غلبت الأوديتر بين صندوق 106 و108 وقال لي أنا ما معي شهادة، معي شهادة من نقابة الفنانين ونقابة الممثلين فيهم موجودين. شو الرخص الأسلحة هيدي اللي بسمعك؟ لا أنا هدول جايبهم بس عشان يا زميلك هيدي أول شيء أنا بطلع الكاميرا تاخدها. نعم هيدي أنا تابع لهم ودافع لا نقابة محترفين الموسيقى والغناء. هي اللي طلعت فيها عند النائب نبيل قولها لازم نوضح عنها. وهيدي السلميين هيدا شغلي اللي أنا بشتغله ليطلعوا تقرير عني بعد الإذاعات، ما بدي سميهم من قبل إذاعتك الكريمة وحكيوا علي. ما بيعرف شو معناتها تمثيل وفن يسأل عنه. تعال خلصنا من هاي النقطة. ثاني شيء وين بدنا نروح؟ على الملف كل شيء من بعد حلقتك اليوم انا قررت انا فتحت مجال نمشي بسرعه فيهم. انا فتحت مجال مشان بعد حلقتك كل شيء اليوم بيتعرض لي هذه دعوه قضائيه. هذه وكيله يا محامي تبرع ببلاش. قلت لهم الصراحه انا هلا طفران. عرفنا فيها وشفناه على السوشيال ميديا رح يدعي عليهم. ثالث شيء قالوا معي 130,000 دولار 100 بالبنك. ايه 130,000 دولار قبل الثوره وبعد الثوره. هيدا كشف حساب عن لبنان والمهجر بتمنى تشوفه. هيدا ايمتى طالبه؟ ايمتى صادر؟ صادر قبل الثوره بشهر. يحديت بس قل لي شو اسمه المحامي اللي رفع دعوه اللي عم يرفع دعوه باسم استاذ سالم موجود اسمه هون استاذ تعرفت عليه نهاد سلمى مزبوط هو اللي تبرع هلا تبرع يشيل دعوه على الكل. هل بتاكد هو ما عم ياخذ اتعاب منك؟ هل بتاكد ما عم ياخذ اتعاب ولا ياخذ مصاري ولا دولار؟ ولا أنا دولار. انا حكيت على الفيسبوك اللي عندي بتمنى من محامي شريف يتبقى يجي ويتبنى قضيتي. ما اجى حدا من هاي. شو هيدا؟ شو الكشف الحساب؟ هيدا كشف حساب لبنان المهجر. تاريخه ايمتى بس لو سمحت تساعدني؟ 19 هيدا تاريخه قبل الثوره 19/9 يحديت اليوم. اوكي هون انا معي بحسابي 11000 وعلي دين 11000 راهن سندات اولادي ضمانتي وهيدا بتاكد. وهيدا قسط اولادي من 3 شهور كان فيني بس طعم. يمكن انه انا ما بدي عم لعب يعني انا محامي الشيطان. اليوم هيدا الكشف الحساب ممكن يكون في غير حساب. لا بدي اجيب لك يمكن تجيب لي كل شيء بس انا ماني مقاضي لحقي معك. انا بس عم انا بتمنى احذر لي. انا بتمنى الراي العام وكل انسان وانا برفع سريه المصرفيه من عندك عن كل شيء حسابات وكل شيء بيملكوا. هيدا قسط صار 3 شهور هيدا رجع جددوا لي اولادي بالمدرسه ما دفعتوا كان فيني ادفعوا من تحت الطاوله ما حدا بيعرف فيه. هي اولادي بسان كير فيكم تسالون. نعم هيدا حسابات شرك في شركه انا مديرها كمان ما بيعرفوا فيها. جبت لك اياهم هيدي 2019 2020 مزبوط. هذه شركه انا مديرها كمان جبت لك 3 كشوفات حسابات شركه راي حدا ذاكرها ما حدا ذاكرها جبت لك اياها اللي انا مدير فيها. قد ايه مكشوف؟ مكشوف على 1500 دولار نشي مسكرهم. نعم ومكشوف على 100000 ليره لبناني وهيدا من قبل الثوره. يا حديت اليوم هول المستندات موجودين. حكينا عن الشق المالي عندك. كنا عن الشق المالي وبترفع عن سريه المصرفيه عندك عظيم. بشيله ومستعد اخضع للقضاء اللي بعد الاعلاميين قال انا تابع للاجهزه الامنيه. انا بستغرب بنائة حاله كيف بده يكون انسان تابع للاجهزه الامنيه وكيف بده يخرب بنفس الوقت.